السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي، هنستكمل مع بعض حل أسئلة كتاب المعاصر 2022. زي ما احنا متعودين في الحل بتاعنا، احنا بنقول كل الريماركس، كل الرولز اللي بنستخدمها بنحل بستبس، وإن كان الأسئلة اللي بنحلها كلها أسئلة ام سي كيو. كنا حلينا اكسرسايز 1 و 2 و 3، والنهارده إن شاء الله هنحل آخر اكسرسايز في الداينامكس اللي هو اكسرسايز 4. بنتكلم على الجرافيشنال فورس. أول سؤال معايا بيقول لي what will happen to your weight when the distance between you and the earth will increase. طبعا احنا عارفين اصلا ان الرول بتاعت الفورس هي F equals G اللي هو constant times M1 times M2 over S power 2. M1 وM2 اللي هو الماسز of two bodies، فانا دلوقتي عندي الماس بتاعتي انا والماس بتاعت الايرث، والاس اللي هي الديستانس بتوين مي اند ايرث. طبعا الرول دي بتؤدي الى ان انا افهم ان الفاريشن بتوين الفورس والام 1 او الام 2 هي دايركت فاريشن، يعني الام 1 والام 2 لما يزيدوا الاف 1 بتزيد. طيب الاف برضه بتفاريس انفرسلي وذ اس باور 2، يعني كل ما تزيد الديستانس بيحصل ديكريزنج للفورس، لان الجي ده كونستانت. يبقى انا كده عندي اللي هيحصل للويت لما الديستانس تزيد increase، يبقى الفورس على طول هيحصل لها decreasing، يبقى the force will be decrease اللي هي الويت. السؤال اللي بعده question 2 بيقول لي the physical attraction force between the arms does not appear obviously because of time. دلوقتي ال arms دول ليه الفورسز ما بتبانش بينهم؟ ليه ما فيش فورس بتبقى اتراكشن فورس بينهم؟ ليه ما بيحصلش اتراكشن فبالتالي بيروحوا يلزقوا في بعض كلهم، يخبطوا في بعض ويبقوا اونلي وان بودي؟ طبعا بغض النظر على ان الاوربس او الاجرام السماويه دي بتبان من هنا من الارض، احنا بنشوفها وهي بتطير، لو شفنا نشوف الديستنس بتاعتها قريبه، بس هي في الاصل الديستنس بينها كبيره جدا، الديستنس بينهم من بعض بتبقى كبيره جدا، فبالتالي السبب هو ال long distance between them. طيب نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي which of the following the shown orbs can be suitable to orb of certain planet. طيب for a certain planet، انا عندي هنا شمس وفي هنا planet، ده كده بيتحرك في المسار ده، ولا هل بيتحرك هيبقى شكله كده بيتحرك في المسار ده، ولا بالشكل ده ولا بالشكل ده؟ طب هو ايه الفرق بين دول كلهم؟ والاجابه الصحيحه انا هقدر اعرفها ازاي؟ اولا طبعا لو انا بصيت هنا، هنا في مشكله. ليه؟ لان الروتيشن اللي بيحصل مفيش، يعني مفيش ريشيو معينه بيحصل بيها، بمعنى ان هو هنا بعيد وهنا ايه يرجع قريب. طيب هو لو هنا كده هيجي قريب من الصن، خلي بالك ان هو لو هنا كده بقى قريب من الصن في المسافه دي، فبالتالي اللي هيحصل له ان هو هيحصل له ايه؟ اتراكشن، فهيروح يخبط في الصن على طول. يبقى الايرث بتلف تلف تلف حوالين الصن، لما تقرب منها قوي كده هيحصل اتراكشن بينهم، فبالتالي هيحصل ان الايرث هتروح للشمس على طول، ولا قدر الله يحصل يعني الدنيا كلها خلاص هتتحرق، كوكب الارض كله يتحرق. طب هنا نفس الكلام ده برضو، الديستانس هنا الديستانس بعيده والديستانس هنا قريبه. طيب الحاله الثالثه دي الايرث بتدور حوالين الشمس في سيركلر اوربت، تقريبا هو سيركلر او اوفن اوربت مفيش مشكله، بس هو بيلف حوالين الشمس كده بمسافات ثابته، يعني الريشيو او الديستانس هنا هي نفس الديستانس اللي هنا، والديستانس هنا هي نفس الديستانس اللي هنا، فبالتالي هو ده الواضح ان هو الحل الصحيح. يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي الاجابه سي، لان ده طبعا كده معناه ان هو رايح للشمس، مستحيل الكلام ده يحصل. طيب معلومة كده على الماشي، هو ليه الايرث بتلف كده حوالين الصن فما بيحصلش اتراكشن، ما بيجوش لبعض يعني ما بينجذبوش لبعض، وليه الايرث ما بتروحش بعيد وتبعد عن الصن؟ اولا الاتراكشن فورس بتاعتهم بتجذبهم لبعض، فبيحصل لهم اتراكشن، فكل واحدة منهم بتنجذب للتانية، المفروض ان هي تروح عند التانية، ولكن الروتيشن ده بيخلي بيتولد عنه ايه؟ بيحصل عن من خلال الروتيشن ده، نتيجه الروتيشن ده بيحصل لنا جنريتد لايه؟ لحاجه اسمها السنترفيجال فورس، اللي هي بنسميها بالعربي كده قوه الطرد المركزي. اللي هي ايه السنترفيجال فورس دي؟ اللي هي اللي بتطرد، يعني انا لو في حاجه بتلف حوالين حاجه كده بتدور، اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بيحصل كان في فورس بتزق البودي اللي بيلف ده، بتزقه لبره عشان تبعده.
طب هو ما بيبعدش ليه؟ ما بيبعدش لان في اتراكشن فورس، فالسنتريفيجال فورس مع الاتراكشن فورس بيعملوا بالانس، فبيفضل يلف ايه طول عمره. السؤال اللي بعده هو question 4. The gravitational force between two masses each of 50 kilogram and the distance between them in centimeter is 50 centimeter is عايز الجرافيشنال فورس بالايه؟ بالنيوتن. يبقى انا هحسب على طول بالرول بتاعتي اللي هي الاف ايكوال الجي يا جماعه اللي هو 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 تايمز الماس الاولانيه اللي هي 50 تايمز 50 خلي بالك من اليونتس ده كيلو جرام تمام. الديستانس ما ينفعش تبقى بالسنتيمتر لازم تكون بالمتر، فبالتالي حولها المتر فهتبقى 0.5 all power 2. الكلام ده يديني الاتراكشن فورس او الجرافيشنال فورس بين التو ماسز اللي قدامي. طيب هنا هنحسب الكلام ده كده على الكالكيوليتر كله هيطلع لي في الاخر الريزلت تكون اللي هي 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11. طيب السؤال اللي بعده. Two balls. The mass of the first is 5.2 kilogram and the mass of second is 0.25 kilogram. The two balls are put such that the distance between their centers is 50 centimeter. Then the gravitational force between them in Newton. على طول هقول له F equals 6.67 times 10 to the power negative 11. الماس الأولانية 5.2 times الماس الثانية 0.25. over الديستانس منهم اللي هي 50 سنتيمتر برضه 0.5 all power 2 والكلام ده على طول على الكالكيوليتر نحسبه يطلع 3.47 times 10 power negative 10 اللي هو الاختيار الاول A. شوف السؤال اللي بعده. The universal gravitational force between two planets. The mass of the first is 2.2 times 10 power 21 tons and the mass of second is 4 times 10 power 25 tons. The distance between their centers is مديني distance بالكيلومتر. يبقى على طول gravitational force ال F equals كام؟ 6.67 times 10 power negative 11 times الماس الأولاني خلي بالك ده tons يبقى 2 times 10 power خلي بالك المفروض ده تونز انا هحوله لكيلوجرام فهعمله تايمز 1000 صح؟ يعني هنزود الباور ده كمان 3 فهتبقى باور 24 تايمز الديستانس الثانيه اللي هي 4 تايمز 10 باور ثواني دي تونز يعني برضه هتزود 3 للباور فهيبقى 28 اوفر الديستانس بينهم بالكيلومتر يبقى ذا ديستانس بين ذير سنترز 2 تايمز 10 باور 6 اصلا ده كيلومتر عايز احوله لمتر فهعمل تايمز 1000 برضه يعني هزود 3 على الكيلومتر اللي فوق ده هيبقى باور 9. الكلام ده كله كده تعمله على الكالكيوليتر يطلع لك كام؟ دي الاختيار دي هو الصحيح. شوف السؤال اللي بعده. The sphere of iron put such that the center a distance 40 centimeter from the center of another sphere of nickel. طيب the mass is 50 kilogram يبقى الاولاني distance دي هنا الماس بتاعتي 50 kilogram such that the gravitational force between them equals الكلام ده بالنيوتن يبقى الماس of the sphere of iron equals كام؟ خلاص انا كل اللي انا هعمله هعمل equation. اولا انا عندي الفورس اللي هي ال F equals 12 times 10 power negative 8 equals كام؟ equals 6.67 times 10 power negative 11 times الماس الأولانية بكام يا شباب؟ 50 كيلوغرام يعني 50,000. الماس الثانية أنا ما أعرفش عايز أحسبها over the distance square the distance بينهم 40 سنتيمتر يبقى 0.4 دايما بحول ال distance بالمتر فالسنتيمتر يتعمل له divided 100 وما تنساش الباور 2 علشان ده اكتر حاجه بتتنسي. طبعا يا شباب على طول هروح قايل له ان ال M1 equals ادي 12 times 10 power negative 8 times هنودي ده هنا فوق يبقى 0.4 all power 2
over كل اللي فوق ده بينزل تحت، يعني 6.67 times 10 power negative 11 times 5000 أو 50,000. كل الكلام ده في الآخر يطلع كام؟ هيطلع 5.757 اللي هو الاختيار B. شوف السؤال اللي بعده. If you know that the gravitational force between the sun and the earth is the gravitational force between the sun and the earth, Newton, and the mass of each of earth equals كذا and the ودي بتاعت الصن دي الصن ودي الأرض. Then the distance between the sun and the earth equals كام؟ هو المفروض السؤال يكون the distance between the center of sun and the center of earth، ولكن مش مشكلة خلاص، أكيد هو عايز the distance between the centers. طب مش عارفني إن هو عايز the distance between the centers لأن هو ما ادانيش الراديوس بتاع كل واحدة منهم. طيب أنا هبدأ هنا هقول له إن الـ gravitational force equals كام؟ equals 3 point أو 35 معلش point 67 times 10 power 21 نيوتن equals، خلي بالك لو اداك الفورس بالكيلو جرام ويت عشان تبقى فاهم، النيوتن equals 9.8 كيلو جرام ويت، يعني لو اديها لي بالكيلو جرام ويت بعمل لها تايمز 9.8 عشان اجيب النيوتن. طب جميل جدا، نرجع بقى نقول عشان بس قصه الكونفرت بتاع اليونت دي مهمه قوي. طيب هنا بقى بيقول لي ايه ذا ماس اوف ايتش اوف ذا، يبقى الاولانيه الماس الاولانيه اللي هي 5.97 تايمز 10 باور 24 تايمز 19 تايمز 10 باور 29 اوفر الاس باور 2، الاس باور 2 اللي هو اصلا طالبها. يبقى على طول عشان اجيب الاس باور 2، الاس باور 2 تطلع فوق وده ينزل تحت، يبقى الاس باور 2 ايكوالز 5.97 تايمز 10 باور 24 تايمز 19 تايمز 10 باور 29 اوفر 35.67 تايمز 10 باور 21. الكلام ده كله يطلع بفاليو معينه، الفاليو اللي هتطلع لك دي هتاخد لها السكوير روت علشان انا مطلوب مني الاس مش الاس باور 2، هيطلع الاجابه الصحيحه اللي هي الاختيار B. طيب شوف السؤال اللي بعده. A satellite of mass 4000 kilogram rotates around the earth. تمام جدا. In an elliptic orbit، يعني الاليبتيك اوربت يا جماعه اللي هو بيبقى شكله عامل زي الاورن كده. طيب at a height 440 كيلومتر from the ground surface، خلي بالك هو بيتكلم على الجراوند سيرفيس، يعني ايه؟ يعني لسه الراديوس بتاع الارث ازاي؟ دي الارث وده السنتر بتاعها وانا الساتلايت مثلا في مكان ما هنا. الساتلايت ده هو قاس الديستنس بتاعته طلعت كام؟ 440 كيلومتر. لازم ازود عليه الديستانس بتاعت الايرث، لازم ازود عليه الديستانس بتاعت الايرث لان انا بشتغل على الديستانس بتوين السنتر اوف تو بوديز. طيب هو طالب مني ايه؟ الجرافيشنال فورس بتوين ذا ايرث اند ذا ساتلايت، يبقى الفورس ايكوالز 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 تايمز، وهاجي هنا واروح قايل الماس الاولانيه كام؟ الماس بتاعت الساتلايت 4000 كيلو جرام، يبقى 4000 تايمز 10 باور 3، لا سوري هي بالكيلو جرام. تمام روتيت اراوند ذا ايرث ومديني الديستانس 440 والجراوند سيرفيس مديها لي كام؟ الماس بتاعت الجراوند ايكوال 6 تايمز 10 باور 24، يبقى ده تايمز اللي هو الماس الاولاني تايمز الماس الثاني اللي هي 6 تايمز 10 باور 24 اوفر الديستانس باور 2 يا شباب، اللي هي الديستانس اللي هي كام؟ خلي بالك الديستانس هي عباره عن ال 440 بلس ده اللي هي كام؟ دي بالكيلومتر ودي بالمتر، ما تنساش تعمل تايمز 10 باور 3، ما تنساش تعمل تايمز 10 باور 3 هنا بلس الكلام ده اللي هو 6.36 تايمز 10 باور 6، معلش نكتبه ده تاني كده، ادي 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 تايمز ادي 4000
تايمز 6 تايمز 10 باور 24 ده كده بالكيلو جرام، لكن الديستانس هي عباره عن مين؟ 44 تايمز 10 باور 3. ليه؟ علشان احولها للمتر ومديها لي بالكيلومتر. بلس ليه بلس؟ علشان باخد الديستانس دي كلها مع الراديوس اللي هو 6.36 تايمز 10 باور 6 متر. وده كله ما تنساش تعمله باور 2. طبعا ده كله على الكالكيوليتر هيدي لك الاختيار سي هو الصحيح اللي هو 34619. شوف السؤال اللي بعده. A satellite of mass 3 over 2 tons rotates around the Earth in constant height. The mass of the Earth equals 6 times 10 power 24 kilogram and the radius length of it is 36360 kilometer. And the gravitational force between the Earth and the satellite equals 1.26 times 10 power 4 newton. Then the height of the satellite from the ground surface. والحاجة احنا اللي بنعمله نفس اللي احنا قلناه في كل المرات اللي فاتت. احنا بنعمل substitution للموجود. الفرص عندي كم يا شباب؟ 1.26 times 10 power 4. ونركز بالله عليكم جدا في السؤال ده على نقطة مهمة جدا اللي هي اليونتس. طبعا دي بالنيوتن يبقى الدنيا تمام. انا شغال بالايه يا شباب؟ نيوتن كيلوغرام متر سكند. دي اليونتس، ده السيستم اللي انا شغال بيه. طيب هنا عندي ايه؟ 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 اللي هو الجرافيشنال كونستانت. تايمز الماس الاولانيه كام يا شباب؟ 6 تايمز 10 باور 24. الماس الثانيه اللي هي بتاعت الساتلايت 3 اوفر 2 تايمز 10 تايمز 1000 سوري، لانه هو قال لي طن اوفر. الماس بقى بتاعتي اللي هي عباره عن مين؟ الهايت، مش انا قلت ان لو دي الايرث وده الساتلايت اهو في مكان ما لسه قايل الكلام ده، الهاي الديستانس بتاعته هتبقى عباره عن الهايت بلس الراديوس بتاع الايرث. ايوه، يبقى الهايت بلس الراديوس بتاع الايرث اللي هو كام؟ اللي هو 6360. غلط طبعا، لو سكت لازم ازود 000 اول باور 2. ليه؟ علشان ما ينفعش اشتغل بالكيلومتر، انا لازم اشتغل بالايه؟ بالمتر. طيب دلوقتي علشان نحل انا عايز اجيب ده لوحده، فهقول له ان ال h بلس 6360 all power 2 equals 6.67 times 10 power negative 11 times 6 times 10 power 24 times 15000 اللي هي دي 1500 over الفورس. انا هجيب الفورس تحت واطلع الفاليو او الاكسبريشن ده كله فوق، يبقى دي 1.6 او 26 تايمز 10 باور 4. طبعا الكلام ده كله هيطلع له فاليو معينه، الفاليو اللي هتطلع هاخد لها روت علشان اجيب الهايت بلس 6360000. انا هحسب الكلام ده كده على الكالكيوليتر. طبعا لما عملنا الروت زي ما احنا شايفين كده طلع لي 6920238 0.5. جميل جدا. طيب الكلام اللي طلع ده انا عشان اطلع الهايت يبقى هعمل الكلام ده اللي هو 6902308.5 minus 6360000. نعمل subtraction هتطلع الاجابه، معلش هنا لسه في 0 وهنا في 0. طيب هتطلع الإجابة 542380.5 اللي هي الاختيار أو approximately، لأنه هو طالب approximately أو الاختيار B. شو السؤال اللي بعده؟ The gravity acceleration بيقول increase when the body mass increase. Increase when the height of the body increase above the ground surface will increase as the body approach to the ground surface will remains constant whether the body goes for far from the center of the earth. طيب هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الجرافيتي اكسلريشن. طيب تمام جدا، الجرافيتي اكسلريشن دي مالها؟ هل الجرافيتي اكسلريشن دي بيحصل لها increase لما الماس بتزيد،
ولا هل بيحصل لها increase as the height of the body increase above the ground surface، بتزيد لما ال body يبعد عن the surface of the ground، ولا increase as the body approach to the ground surface، كل ما ال body يقرب من ال ground surface هي بتعمل لها increasing، بيحصل لها increasing، ولا بتفضل constant مهما كان ال body بيبعد عن ال earth center. احنا هنا يا شباب بنتكلم على definition بتاع اللي هو ال gravitational field او ال acceleration. وانا كنت بقول ان هي ال acceleration هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ان انا كنت بقول انه هي ال acceleration اللي هي كنا بنسميها ال g اللي كانت بتطلع ب 9.8 في الاخر، هي عبارة عن لما بعمل لها تايمز الماس الاولانية كانت بتديني مين؟ اللي هي الماس اوف ذا بودي، كانت بتديني ال g اللي هو ال constant تايمز M1 في M2 الرول بتاعتنا العادية على الـ S باور 2. جميل جدا. طب انا لو شلت الـ M1 والـ M1 يبقى الماس بتاعت الـ body ملهاش افكت خالص، دي راحت مع دي على الـ acceleration اللي هي اصلا في الاخر constant. طب الـ gravity دي constant على الـ ground surface او عند الـ ground surface وفي الاماكن القريبة منه، انما لاحظ عندك ال M2 دي اللي هي مين؟ دي الماس اوف ايرث، طبعا دي ثابته ما بتتغيرش ودي كونستانت. الحاجه الوحيده اللي بتتغير هي الديستانس. يعني يا مستر انت بتقولي ان الجرافيتي كونستانت وهنا بتقولي ان هي بتتغير، بتتغير لما ابعد عن الايرث مسافات كبيره، فبالتالي كل ما ابعد من الايرث بيحصل لها ديكريزنج، كل ما اقرب من الايرث من السيرفيس اوف ذا ايرث او ذا جراوند سيرفيس بيحصل لها انكريزنج، يبقى الاختيار الصحيح ده. خلي بالك انا بيقول لي increase as the mass increase، الماس هي راحت الماس مع الماس ما لهاش تأثير. increase as the height increase above the ground surface، هل كل ما ابعد بتزيد؟ لا مش منطقي الكلام ده. هل remains constant؟ وده الاختيار اللي معظم الناس بتروح تختاره ويقول لي ما هي ال gravity constant. لا ثواني بس، ال gravity constant على ال ground surface وفي الاماكن القريبه منها، انما في اماكن ما لما بنبعد في ارتفاعات كبيره بيحصل تغير وبتقل الـ acceleration. شوف السؤال اللي بعده. The mass of the body on the moon. هنا بقى بنتكلم على الفكرة بتاعت اللي هي الـ ratio. The mass of the body on the moon equal 40 kilogram. Then the weight of it in the earth on the earth equals كام؟ خلي بالك بس هو عايز يضحك عليك. كل الناس بيقولوا ان الماس على المون او الويت على المون هو 6 الويت على الايرث. جميل جدا، يعني الويت على الايرث هنعمل تايمز 6، رائع جدا. لكن هو ما جابش سيره ويت على المون، هو مديني الماس. طب ما هو الماس على المون هو الماس في اي مكان، يبقى انا كده اتفقت انه الماس اللي هي الكيلوجرام دي مش هتتغير، يبقى هي الماس على الايرث هي نفسها 40. طب الويت بقى على الايرث هقول له تايمز 9.8 اللي هو ايكوالز كام؟ هنعمل ده تايمز ده في الاخر تطلع بكام؟ معلش دي كيلو جرام وانا عايزها بالنيوتن، يبقى في الاخر تطلع 320 92 نيوتن. طيب لو سألني على الويت اون ذا مون، انا عارف ان الويت اون ذا مون از 6 ذا ويت اون ذا ايرث، هعمل ده ديفايدد 6 ده الويت، لكن الماس بتفضل ثابته. شوف السؤال اللي بعده. The gravitational force between two bodies is F and the mass of the body has been decreased to half the mass without to half its mass. تمام. Without change the distance between them then the gravitational force هتبقى equals كام؟ ركز معايا بالراحة كده يا جميل. ال gravitational force أصلا equals كام؟ أهي ال gravitational force اللي هي ال F equals G ثابتة times M1 times M2 over a distance power 2. جميل جدا. التغير اللي حصل هو بيقول لي if the mass F between the two body and the mass of each body has been decreased to half، يعني دي بقت half ودي بقت half، يبقى انا عملت تايمز half فوق مرتين، يبقى الريزلت هتبقى كوارتر. هتبقى ايه؟ كوارتر. شوف السؤال اللي بعده.
The gravitational force between two masses is 2 newton. If one of the mass doubled, then the gravitational force became كام؟ خليك بيقول لي one mass is doubled. يعني واحدة منهم بقت دبل والباقي كله ما اتكلمش عنه، يبقى الباقي كله ثابت وما اتغيرش. طيب معنى انه الماس النيوتنز اللي هي الجرافيشنال فورس هتكون 2 لما يعمل دبل لل 1 اوف ذا 2 ماسز، يعني انا عملت تايمز 2 مرة واحدة تايمز الفورس. ليه؟ نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط، انا عملت واحدة من الماسز تايمز 2 يبقى هتبقى 2 تايمز الفورس، هتبقى هي برضه دبل 2 تايمز 2 يا جماعة 4، يبقى الاختيار هو دي هو الصحيح. What will happen to the gravitational force between two bodies if the distance as the distance between their centers become twice the center? أول حاجة اللي تغير عندي أدي ال F equal G times M1 times M2 عشان محدش يقول لي ما بحفظش الرولز، ده أنت طول النهار عمال تستخدم نفس الرول. هو عمل إيه لل distance؟ هو غير الماسز؟ لا، الجي دي ما بتتغيرش، غير ال distance. عمل إيه لل distance؟ قال لي ان الديستانس بيكام توايس او بيكمز توايس، يبقى بقت توايس. فلما دي تبقى توايس خلي بالك، فانا بدل دي هشيلها واحط 2s اول باور 2، فكانها 4s باور 2 صح؟ يعني انا عملت ديفايدد 4، يعني هعمل ديفايدد 4 الريزلت الاولانيه اللي هي 4th ذا انيشال فاليو، ات بيكمز ذا 4th. 4th يا جماعه يعني ديفايدد 4، مش 4 تايمز ولا توايس ولا حاجه. Question number 16. The gravitational force between two masses is 27. The distance between their centers increased by 3 times the initial value. يعني زودناها 3. خلي بالك بدل ما كانت تحت s باور 2 بقت 3s all باور 2. يعني هتعمل لها من الاخر من الاخر equal 9s باور 2 تحت في الدينومينيتور. يعني اقدر اقول ان هي 1 over 9 times ال f. ايوه. يعني الفورس دي هنعمل لها ديفايدد 9 فتبقى 3. شوف السؤال اللي بعده، الاسئله بتاعت الدرس ده من الاسئله السهله، يمكن من اسهل الدروس. هنا بيقول لي على طول the distance between two centers of two masses is increased to become 3 او to become 3 times the initial distance، يعني 3 times the initial value. Then the gravitational force between them decreased. تمام. Then the ratio between the two values of a gravitational force، نعم ما هو نفس السؤال اللي فات اصلا لو اخدت بالك هتلاقي ان احنا في نفس السؤال اللي فات، بس خلي بالك هنا في حاجه، هو عمل لها increase زودها، فالفورس الاولانيه to الفورس الثانيه ادي F1 to F2 هنعمل دي ديفايدد 9 صح؟ يعني دي قد دي 9 مرات، يعني 9 to 1 مش 1 to 9. خلي بالك عشان كتير قوي بيغلطوا في الحته دي اللي هي ايه؟ هو بيقول لي مش انا عملت انكريز، ايوه يبقى الفورس الجديده قلت 9. طب لما تقل 9 يبقى الاولانيه هي الكبيره، يعني دي 9 to 1 ما تقلبهاش. طيب شوف السؤال اللي بعده. The distance between the two centers is decreased and the gravitational force between them became twice the first. Then the ratio between اللي هم first and second distances equals كام؟ ركز معايا جميل. دلوقتي انت عندك ال F1 وادي ال F2. هنا ال F1 دي equals مين؟ ال F1 equals G ثابتة times M1 times M2 برضه ثابت، ده كله ما اتغيرش، وادي S1. وهنا جي ثابتة وهنا M1 تايمز M2 ثابتة ما اتغيرتش اوفر S2. طبعا ده كله راح مع ده كله علشان هو نفسه. هنا بيقول لي ايه؟ هو بيقول لي ان الـ distance decreased and the gravitational force between them became twice the first، يعني بقت قد الأولانية مرتين، يعني F2 equal to F1. F2 equals to F1. طيب لما انا اجي اقول له انه F2 over F1 equals، هل هي equal S2 over S1 ولا S1 over S2؟ طبعا ده باور 2 ده باور 2. لا هتبقى equal S1 باور 2 over S2 باور 2. ركز معايا جدا. الراتيو بتاعت الفورس الديستانس عكس الراتيو بتاعت الفورس. يعني F2 over F1 equal S1 power 2 over S2 power 2. الكلام ده أخذناه أصلا في comparing لما جينا نستنتج الratio between gravitational force on two planets. طيب
هو قال لي ان F2 ده بيكام توايس، يعني بقت توايس الاولانيه، يبقى ده على طول ايكوالز 2 اوفر 1. يبقى انا على طول عندي S1 تو S2، انا عايز اخد روت، يبقى هاخد روت الكلام ده اللي هي S1 اوفر S2 عشان اخلص من باور 2، هتبقى روت 2 اوفر 1 اللي هي روت 2 1، اللي هو الاختيار دي. شوف السؤال اللي بعده. هنا يا شباب السؤال بتاعنا بيقول لي two planets the mass of the first two planets the mass of the first is twice the mass of the second and the radius of the second is twice the radius of the first then the ratio between the gravity acceleration of the first to the gravity acceleration of the second equals احنا قلنا ان الريشيو between gravity acceleration اصلا ليها رول ثابته. ايه هي الرول الثابتة؟ كنا بنقول G1 over G2 equals M1 over M2 times S2 power 2 over radius 2 power 2 radius 2 power 2 over radius 1 power 2. صح؟ تمام جدا. هو عايز ال G1 over G2 مديني انه the mass of the first is twice the mass of the second، يعني ده twice ده، يبقى هقول له ده 2m وده m times and the radius length of the second is twice the radius of the first، يبقى الradius بتاع second twice mean radius of the first، يعني دي هخلي r2 equals 2r و r1 equals r. جميل جدا. يعني دي هتقول لي R2 باور 2 يعني 4R باور 2 عشان كلها باور 2 ودي R باور 2. الكلام ده طبعا ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده، يفضل عندي 8، يبقى الإجابة بتاعتي 8 2 1. خلي بالك أي ريشيو ملهاش سكند تيرم يبقى السكند تيرم بتاعها على طول اللي هو 1. ركز عشان الحاجات دي سهلة جدا ولكن ممكن تلخبطك وتضيعك في الامتحان علشان خلل في التركيز. The mass of two planets are 4m and 9m kilogram and the radius length of each is 2r with 3r. Then the ratio between their gravity acceleration. طبعا انا شغال respectively، يعني الاولاني الاولاني والثاني في الثاني. يعني ادي g1 over g2 equals mass 1 اللي هي 4m over mass 2 اللي هي 9m times radius الثاني على الاولاني لان انا بعكس، يبقى دي 9r باور 2 ودي 4r باور 2. طبعا الكلام ده كله على طول equals 1، يعني الريشيو بتاعتنا 1 to 1. شوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي two planets the mass of first is 1.9 times 10 power 19 kilogram and the radius length equals كده. The mass of the second اهو والradius length equals كده. Then the ratio على طول G1 over G2 equals mass 1 يا شباب اللي هي 1.9 times 10 power 19. mass 2 يا رجاله اللي هي كام؟ 3.8 times 10 power 19. جميل جدا. times S2 power 2 over S1 power 2. S2 اللي هو الراديوس ده. ده كام؟ 3000 ده بالكيلومتر. المفروض ان انا اروح اعمل له تايمز 10 باور 3 اول باور 2 وتحت هنا 2000 ادي 2000 تايمز 10 باور 3 واقول له اول باور 2. تعالوا نجرب نعمل السمبليفاي كده مع نفسنا ونشوف هنعرف نحله ولا لا. اولا ده هيروح مع ده وده اوفر ده ايكوالز 1 اوفر 2 تايمز الكلام الجميل ده كله باور 2 بيروح هتعمله لو عملته على الكالكوليتر هيدي لك 9 اوفر 4 اديني 9 اوفر 4 كل ده كده في الاخر يطلع 9 اوفر 8. فين الاختيار ده؟ هو الاختيار سي هو الاختيار الصحيح. Okay, the mass of planet is 3 times the mass of the earth and diameter length equals 3 times the diameter length of the earth. The ratio between the gravity of acceleration between the planet and the earth equals كده. بالراحه كده برضه. هنا بيقول لي انه الماس بتاعت البلانيت is 3 times the mass of earth، يبقى g1 over g2 equals
هقول ان الاولاني ده هو البلانيت. تمام، هو عايز الجرافيتي على البلانيت والايرث، يبقى البلانيت هو الاولاني، يبقى هقول له هنا ده 3 ام ودي ام تايمز الديستانس، وبيقول لي ان الديامتر لينث is a 3 times the diameter length of the earth. طبعا هو ما دام الريشيو بتوين الدايمتر للدايمتر 3 to 1 يبقى برضه الراديوس تو راديوس از 3 to 1. خلي بالك انت هنا بتقلب، هنا بتقول r 2 باور 2 اوفر r 1 باور 2، يعني ده بتاع الايرث وده الثاني، يبقى هنا هنقول له r باور 2 وهنا هنقول له ادي 3 r all باور 2. طب جميل جدا. طبعا لما نيجي نعمل سمبليفاي الكلام ده كله تعمله، طبعا ما تنساش ان 3 دي باور 2 يعني 9، يبقى هتبقى 1 اوفر 3 اللي هو الاختيار B. شوف السؤال اللي بعده. The radii length of the moon and the earth are 1600 كيلومتر و 6400 كيلومتر respectively. The ratio between the gravity acceleration is 1 to 6. Then the ratio between their masses equals كام؟ ال gravity acceleration اللي هي g1 to g2 equals 1 to 6 times، اللي هي equals 1 to 6 sorry equals mass 1 و mass 2 مش موجودة، يبقى هو عايز ال ratio between mass 1 over mass 2 ودي تايمز. خلي بالك انه انت هتعمل ده اوفر ده، يعني 6400 اوفر 1600، بس هنا باور 2 هنا باور 2. ليه؟ انا قلبت، انا عملت ايه؟ قلبت ده المون وده الايرث، ده المون وده الايه؟ الايرث. طيب لما نعمل السمبليفاي بتاعنا، طبعا قبل الباور 2 خالص، او لو عملت ده على ده هيطلع لك ب 16 اوفر 1. هودي هناك ونقلب، يبقى هتقول لي ان ماس 1 اوفر ماس 2 ايكوالز 1 اوفر 6 تايمز، ولما نودي ده ونقلبه هيبقى 1 اوفر 16، يبقى 1 اوفر 16 اللي هي 1 تو 96، اللي هي 1 تو 96. خلي بالك ان المون الاولاني والايرث هي الثاني، يعني 1 تو 96، علشان ما تقلبش تختار العكس. خلي بالك شوف الاسئله كلها اهو 1 to 24, 24 to 1, 96 to 1, 1 to 96. يعني انت محتاج تعرف الاوردر بتاعك كويس قبل ما تحل علشان ما تغلطش. Question 24 بيقول لي if r is the radius length of the earth, g1 is the gravity acceleration of the body placed at the height s1 above the ground surface, g2 is the gravity acceleration of the same body, نفس البادي بنفس الماس placed on height s2 above the ground surface. بس ببساطة شديدة جدا جي 1 اوفر جي 2 على طول ايكوالز ايه؟ هو ايه اللي اتغير؟ الجراوند سيرفيس او الراديوس بتاع الايرث ثابت، الماسز ثابتة لان هما الاثنين نفس البادي، والهايت هو اللي اتغير اللي هو اس 1 واس 2. يبقى الجي ايكوالز كام اصلا؟ هو مش الجي يا شباب ايكوال جي اللي هي الكونستانت تايمز الماس اوف ايرث اوفر الديستانس ار. طب انا الديستانس بتاعتي كام اصلا؟ الديستانس هي عبارة عن radius of earth plus ال height اللي هو S1، عشان دي تبقى S، عشان تبقى مين؟ G1. طب G2 equal ال gravity ثابتة times ال M ثابتة على R plus S2. ما تنساش ان في تحت باور 2، ف G1 over G2 اللي هو ده divided، ده G راحت مع G وال M راحت مع ال M. خلي بالك ان انت بتعمل divide لل denominators، يعني G1 over G2 equals كان بقول 1 over الكلام ده 1 over، طبعا تحت لتحت بيطلع فوق، يبقى على طول بنقلب عشان في الديفايد احنا بنقلب، يبقى S2 all power 2 على R plus S1 all power 2. الكلام ده كله اللي هو الاختيار. السؤال اللي بعده question 25 tension tension of the gravitational field of the planet whose mass m kilogram and the radius length equal r meter at the point more at height h meter above its surface equals كام؟ عايز ال tension field على طول. طبعا ده هو كده جاي بيسألني على رول اصلا اللي احنا لسه كنا بنقولها. ال tension field اصلا لاي planet equals مين؟ جت منين اصلا؟ او نيجي نستنتجها نقول له ايه؟ والله كل اللي انا عامله ان التنشن فيلد هي عباره عن ال ام جي ايكوالز، ونقول له هنا جي دي الام اللي هي ام داش اللي هي الماس اوف ذا بودي
تايمز ام في ام داش اوفر الاتش بلس الار او الباور 2 اللي هو الهايت بلس الراديوس. نفس السؤال اللي فات، الام داش احنا الام داش، يبقى فضل عندي ده اللي هو الاختيار دي. السؤال اللي بعده كده بيقول لي given that the mass of the earth equals كده and the radius length of it equals ده، the tension gravitational field of the earth on the ground surface equals كام؟ والله يعني انت ونصيبك احسبه. في ناس كتير جدا يروح يقول لي اه انا عارف ما هي ب 9.8. لا، انت هتستخدم الجيفنز اللي عندك، تستخدم الجيفنز اللي عندك علشان تطلع لي ريزلت. طب ما هي ما طلعتش 9.8. لاحظ ان الاجابات كلها قريبه اصلا من بعض، يعني هو عايز حاجه اكزاكتلي بحسب مين؟ بحسب الكلام اللي عندي. طب ما احنا كده هنطبق الرول اللي احنا قلنا عليه، هيبقى الجي ايكوال بحسب الرول اللي فاتت اللي هي 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 اللي هي الجي، الماس اوف ذا ايرث اللي هي 6.06 تايمز 10 باور 24 كيلو جرام اوفر الديستانس بتاعتنا اللي هي ادي 6.36 تايمز 10 باور 6، وما تنساش تعمل الباور 2. الكلام ده كله تحسبه على الكالكيوليتر هيقوم يطلع لك الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار سي. شوف السؤال اللي بعده كده بيقول لي the gravity acceleration on the Jupiter given that the Jupiter mass is 1.898 times 10 power 27 kilogram and its radius length equal 69911 kilometer is the acceleration gravity g equals على طول 6.67 times 10 power negative 11 تايمز الماس بتاعتنا اللي مديها لي اللي هي 1.898 تايمز 10 باور 27 اوفر كام يا شباب؟ اللي هي الراديوس باور 2. خلي بالك من ان انت الديستانس عندك هنا بالكيلومتر، يبقى انت هتقول لي 69911 و000 علشان تحولها لميتر وتقول هنا كده باور 2. كل الكلام ده في الاخر يطلع ب 25.9. السؤال اللي بعده the gravity acceleration on the earth at point at depth 1000 meter from the ground surface given by the mass of the earth is 6 times 10 power 25 and its radius equals الكلام ده. طيب حلو قوي، وما تتخضش خالص لما تشوف سؤال زي ده. هو دلوقتي البودي ده فين؟ في الدبث، يعني في مكان ما جوه الارض. و 8000 خلاص مش مشكله، بعيد. قرب من السنتر ولا بعد؟ قرب، يبقى الديستنس دي هتتزود على السنتر ولا تتقلل؟ الديستنس دي هتتقلل من الراديوس. ليه؟ والله ادي الايرث مثلا وادي البودي، المفروض ان انا بقيس الديستنس اللي هي الراديوس. طب هو في مكان ما جوه الارض، طب جوه قد ايه؟ هنا، يبقى الديستنس قلت اللي هي بقت مين؟ الراديوس ماينس الديستنس اللي موجوده. يبقى على طول هقول له ان الجي ايكوال 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11، الماس اوف ذا ايرث ايكوالز كام؟ اللي هي 6 تايمز 10 باور 24 اوفر الديستنس بتاعتنا اللي هي عباره عن 6360 كمان 000 علشان نحولها المتر، ماينس الديبث بتاعنا اللي هو 8000، كل ده باور 2. طبعا ده كله في الاخر على الكالكيوليتر هيطلع لك الاختيار بي هو الاختيار الصحيح. السؤال اللي بعده the gravity acceleration of the earth g is 10 meter per second square and the radius length of the earth equals زي ما هو مديني كده then the mass of the earth equal كام؟ برضه هقول له تعال انت مش قلت ان الجرافيتي 10؟ ايوه، يبقى انا عندي هنا 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 تايمز الماس اوف ذا ايرث، هو عايز يحسبها، يبقى ادي الماس اوفر الراديوس باور 2 اللي هو 6.36 تايمز 10 باور 6 اول باور 2. خلي بالك ان هو هنا مديها لي بالمتر، ما عملتش كونفرت، اديها لي بالكيلومتر، لازم اعمل كونفرت. يبقى على طول الماس ايكوالز كام؟ ادي 10 تايمز 6.36 تايمز 10 باور 6 اول باور 2
over 6.67 times 10 power negative 11. يبقى الماس اوف ذا ايرث بحسب الكلام اللي قدامي ده هتطلع ب 6.06 times 10 power 24. نشوف السؤال اللي بعده. Question 30. Only the mass of M planets are given by the gravity acceleration is the mass of M planet are given that the gravity acceleration of wise the mass the gravity acceleration 3.711 meter per second square and the radius length equals الكلام ده يبقى الماس equal كام؟ برضه نفس الكلام اللي فات بالظبط. هنا مديني الاكسلريشن 3.711 equals خلي بالك ان دي متر بير سكند سكوير يبقى انا ما عنديش حاجه هتتغير. 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 الماس بتاعتنا اللي احنا عايزين نحسبها ام اوفر اللي هو الراديوس لينث 3390000. اشمعنى هنا عملت كده؟ لان دي بالكيلومتر وانا المفروض اشتغل بالمتر. يبقى ده ايكوالز 3.711 times 3390000 all power 2 over الكلام الجميل اللي قدامنا ده اللي هو 6.67 times 10 power negative 11. الكلام ده كله لما تحسبه على الكالكوليتر هتطلع 6.39 times 10 power 23. خلي بالكم بس في حته صغيره هنا وانت بتعمل الديفيجن. لما بتيجي تعمل الديفيجن لو انت كتبتها كده على الكالكوليتر 3.711 او خلينا اكتبها قدامكم على الكالكوليتر علشان تشوفوا غلطه، بس علشان حد من زمايلكم وقع في الغلطه دي. احنا عندنا هنا ادي الكالكوليتر، يبقى ان احنا المسائل اللي حسبناها على الكالكوليتر في بدايه الفيديو ما كانتش باينه الكالكوليتر عشان كان بره. معلش، لما نيجي نكتب الكلام ده على الكالكوليتر يا شباب بيحصل ايه؟ لو انت هتكتبه بديفيجن في مشكله ممكن تتعرض لها اللي هي ادي 3.711 تايمز ويروح كاتب 339 ودي 0000 كمان ودي باور 2 ديفايد 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11. في حاجه هنا غلط اتعملت. ايه هي؟ انك انت عملت ديفايد وتايم، الكالكوليتر ما تفهمش الكلام ده. انت المفروض تحط هنا براكتس لان الكالكوليتر بتعمل الديفايد وبعدين ترجع تعمل تايمز، والكلام ده مش حقيقي. هنا الحل الوحيد للمشكله دي انك انت يا اما تكتبه فراكشن يا اما تعمله بالشكل ده. لازم تحط هنا ايه؟ براكتس. انا بس بقول لان في حد من الشباب كان جه بيقول لي لا الاجابه غلط هنا، فلما رجعت الحل بتاعه لقيت ان هو حالل كده، يعني ما كانش حاطط البراكتس، يبقى احنا عندنا على طول الاختيار الصحيح اللي هو زي ما احنا شايفين كده. شوف السؤال اللي بعده. Question 31. From a point on the moon surface, an astronaut project the a ball vertically upward with initial velocity 14 meters per second. Then the maximum height that the ball reach كم متر؟ بالراحة كده وركز معايا علشان سؤال حلو ما فيهوش حاجة، لكن برضه في فكرة صغيرة. هو بيقول لي على المون، شغال فين؟ على المون. وبعد كده راح الاسترونوت ده اللي هو رائد الفضاء رمى كوره فوق، مديني الفي نوت اللي هي الفي نوت الانيشال فيلوسيتي ايكوالز 14 متر بير سكند. عايز الماكسيمم هايت. طبعا انا عشان احسب الماكسيمم هايت لو احنا على الجراوند كنا قلنا ان الماكسيمم هايت ايكوال في نوت باور 2 اوفر 2 جي. جميل جدا. طيب دلوقتي انا عندي الفي نوت باور 2 اللي هي عباره عن 14 باور 2. طب ال 2 جي على المون ايكوالز كام؟ لو هو ما ادهالكش هتروح عامل لي ال 9.8 ديفايدد 6، لكن هو مديها لك يبقى انت هتروح قايل لي ديفايدد 2 تايمز 49 اوفر 30. بس كده على طول يا جميل تجيب الكالكوليتر هتطلع لك ب 60. يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار. نشوف السؤال اللي بعده. Question 32 بيقول لي in the opposite figure three equal masses الواحدة منهم m زي ما انا شايف في الجراف قدامي are placed at the vertices of right angle triangle
الـ FAB is the mutual gravitational acceleration between the two masses A and B، والـ FAC between الـ A والـ C، والـ BC زي ما أنا شايف قدامي. هو عايز دلوقتي الـ relation between الـ forces مع الـ masses، يعني هو عايز يشوف مين أكتر ومين أقل. طبعًا إحنا لو ركزنا كده بالراحة، ما دام دي ثيتا ودي 2 ثيتا، خلي بالك إن دي أنجل 30 ودي 60، وأنت مش محتاج الكلام ده كتير، بس مفيش مشكلة. أصغر سايد عندي اللي هو ده، وبعد كده السايد اللي بعده ده، وبعد كده السايد اللي بعده ده. يبقى الأتراكشن فورس أكبر واحدة هتكون اللي بتوين الـ A والـ C، وبعدها اللي بتوين الـ C والـ B، وبعدها بتوين الـ A والـ B. ليه؟ لأن الماس الثابتة ما اتغيرتش، والديستانسز اتغيرت، فبالتالي كل ما الديستانس تزيد كل ما الأتراكشن فورس تقل. يبقى أنا الاختيار الصحيح عندي اللي هو في الـ AC أكبر واحدة، أنا شايفها هي AC، وبعديها البي سي، وبعدين الاي بي، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار سي. شوف السؤال اللي بعده لو question 33. بيقول لي three masses M و2M و3M are placed in equilateral triangle، يعني هو عكس دلوقتي، اكبر attraction force هتبقى هنا، دي كبيرة. طيب بعدها ما بين ال 2M وال M ولا 3M و M؟ لا، ما بين 3M و M، دي التانية، وما بين ال M وال 2M دي اصغر واحدة. ليه؟ لأن الديستانس ثابتة، فبالتالي يعني هو عكس السؤال اللي فات. يعني الاختيار سي برضه هو الصحيح. ليه؟ لأن هو قال لي إن الـ AFBC أكبر واحدة، وبعدين الـ AC فعلا زي ما احنا قلنا، وبعدين الـ AB. شوف السؤال الأخير معانا اللي هو question 34. In the opposite figure the four bodies of mass of each equal m and they are placed at versus with square its diagonal length equals 2s. The body of mass M is placed at the center of square. Then the gravitational force acting on the body. أول حاجة لو رحنا بصينا في الرسمة هنا، البادي أهو في النص، في attraction force من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. أنت واخد بالك إن الاتراكشن فورس دي قد دي قد دي قد دي؟ أه. طب دي اتجاهها هنا وبتشد كده، وهنا ده بيتشد كده، وده هنا بيتشد كده، وده هنا بيتشد كده. تمام، مش دي كنسلت دي ودي كنسلت دي، لأن هما قد بعض opposite in direction and equal in magnitude. اه، يبقى الريزلت في الاخر equal zero. خلي بالك عشان الكلام ده في ثالث سنه هيفرق معاك جدا. طب انا لو شلت واحده، طبعا دي هتكنسل دي، وهيبقى الاتراكشن فورس هي دي بس. بس علشان نبقى فاهمين احنا بنعمل كده. يا شباب احنا خلصنا بفضل الله اخر اكسرسايز، واخر سؤال في الاكسرسايز الاخير عندنا على شابتر 1 اللي هي الداينامكس. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات تانية نحل فيها الـ statistics اللي هي الـ probability، وبعد كده ربنا ييسر إن شاء الله ونعمل الـ revision بتاعت بيورو ماس قبل الامتحانات. إن شاء الله هتكون جاهزة معانا خلال شهر رمضان، هنشتغل فيها. هنحاول إن احنا نركز على الـ points اللي فيها مشاكل مع الطلاب، لأن مش هنقدر نحل المؤثر كله، لكن بإذن الله يكون في عندنا revision كاملة بأفكارها بالـ remarks بتاعتها، هتكون موجودة على القناة بتاعتنا على اليوتيوب. وربنا يوفقكم بإذن الله يا شباب، ونلتقي بإذن الله في فيديوهات الـ probability.